السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد صغير في حلقة جديدة، موضوع جديد وفيديو جديد على مدونة وقناة وصفحة العالم الافتراضي. يواجه الكثير من المستخدمين عند محاولته التحديث إلى أي إصدار من iOS 9 وقيام بالتحديث الذي يتاح لجميع مستخدمي عزم مثال iOS 9 iOS 9.0.1 iOS 9.0.2 وكذلك iOS 9.1 الذي أصدر بالأمس أو الأمس على ما أعتقد. فيواجه الكثير من المستخدمين رسالة فشل تنبثق لهم في الإعدادات عند محاولتهم تثبيت وتنزيل التحديث الجديد، ويتساءلون عن المشكلة وحل هذه المشكلة والكثير واجهته هذه المشكلة ولم يستطيع حلها. السبب الرئيسي قبل أن إلى الخطوات التي تمكنك من حل هذه المشكلة هو والضغط الكبير على سيرفرات وخوادم هابل، حيث الكثير والكثير من الأشخاص مستخدمي هواتف الآيفون والآيباد والآيبود حول العالم يحاولون التحديث في نفس اللحظة إلى هذا النظام فور صدوره، وبالتالي يتشكل الضغط الكبير وشركة أبل وسيرفراتها غير قادرة على إعطاء التحديث إلى كل المستخدمين. الطريقة الأولى لحل هذه المشكلة والحصول على التحديث الجديد وتثبيته على جهازك بنجاح هي المحاولة تكرارا وبشكل متتالي لمدة 5 دقائق. يعني عندما يقول لك فشل اضغط أعد محاولة، يقول لك فشل اضغط أعد محاولة، يعني لمدة 5 دقائق وهكذا حتى يتاح لك التحديث. إذا لم تنجح معك هذه الطريقة فتقوم بإغلاق هاتفك الآيفون وإعادة فتحه إجباريا، ليس الضغط على زر باور إيقاف التشغيل إعادة التشغيل يعني بالضغط، لا، بل قم بالضغط على زر الهوم، زر الهوم وزر الباور إذا كان من الأعلى أو من الجانب في هواتف آيفون 6 و6S، وقم بالضغط عليهما في نفس الوقت لمدة 10 ثواني، وبعد ذلك انتظر إعادة تشغيل الهاتف وظهور علامة الأول، يعني هذا الإيقاف التشغيل الإجباري أو الإغلاق الإجباري. إذا لم تنجح معك هذه الطريقة فيمكنك تحميل التحديث مباشرة من موقع ibsw.me، تقوم بالدخول إلى هذا الموقع، تنزل للأسفل، تختار نوع جهازك الفيرموير، تذهب إلى الآيتونز، تأخذ نسخة احتياطية، تقوم بالريستور باستخدام هذا الفيرموير أو الآيوس 9 سواء كان 9.0 أو يعني إصدار قمت بتنزيله، وتقوم بعمل ريستور وبعد ذلك استعادة نسخة احتياطية ويرجع هاتفك مثل ما كان عندما تأخذ نسخة احتياطية، لا يوجد أي فرق فقط بالتحديث الجديد، وبهذا تستطيع الحصول على التحديث. إذا كنت لا تستخدم آيتون فما عليك فقط سوى الانتظار، مثل ما فعلت أنا. يعني أظن في iOS 9.0.2 واجهت هذه المشكلة، لم أكررت لها، يعني تركتها بعد حوالي يومين أو 3 أيام، رجعت إلى الإعدادات وجدت أن الإصدار متاح لي وقمت بتنزيله وتثبيته، يعني لا يوجد فرق يومين ثلاثة، يعني لا يوجد أي مشكلة، التحديث يعني سيأتي يوم وتقوم بتنزيله. غير ذلك تأكد من أن الشحن يجب أن يكون فوق 50%، الشحن يجب أن يكون فوق 50%، كذلك الواي فاي يجب أن يكون متصل بالإنترنت، والإنترنت لديك يعني يكون جيد نوعا ما لتنزيل التحديث الذي يتجاوز حجمه 1 جيجا، يعني أقل من 2 جيجا بقليل. هذه كانت مجموعة من الخطوات التي أتمنى أن تكون قد أفادتك وساعدتك، اتبعها ربما تحصل على التحديث، وكما قلت لك إذا لم تحصل في الغد لا توجد أي، لا تبخل عليه بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب، زر سبسكرايب الآن نفس الفيديو هنا على يميني، قم بالنقر عليه إذا كانت هذه أول حلقة لك لحلقات مدونة العالم الافتراضي. لا تنسى كذلك زيارة الموقع الرسمي thvw.com، كذلك لا تنسى الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك. ألتقي في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.